السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. رجعنا لكم بسلسلة ستيم، ألعاب ستيم المجانية مع الأونلاين. طبعا اليوم راح تكون لعبة جدا مختلفة، لعبة قوية الصراحة. أنا لعبت فيها من فترة، أظن قبل سنة ذكرتها اليوم اللعبة، فحبيت أنزل لكم شرح عن اللعبة. طبعا اللعبة اللي هي توم كلانسي جوست ريكون بانتومز. أتمنى الشباب تكون لعبة حلوة يعني، وأتمنى في شباب أكيد مستخدمين اللعبة واللعبة قديمة معهم، بس في ناس توها يعني جديدة على ستيم والعاب ستيم. ثاني حاجة، في أشخاص ما يقدروا يعني يشتروا ألعاب، فهذه اللعبة مناسبة لهم. طبعا يا شباب الشرح جدا بسيط وسهل. أول شيء راح أحط لكم روابط ما يحتاج أشرحها، تضغط خط الإعلانات وتروح تحمل ستيم وتثبته على جهازك من هنا. بعد كده تسوي لك حساب، سواء تسوي حساب من هذا الموقع هنا وتضغط على اوكي وكل شيء يكون تمام، تكتب الكلمة المطلوبة او تسوي هنا رفرش وراح تغير الكلمة اذا ما عرفتها، او انك لما تثبت ستيم على جهازك وتشغله راح يعطيك انك تسجل دخول او انك تسوي لك حساب جديد اللي انت تشوفه مناسب. بعد كده يا شباب لما تشغل ستيم تجي هنا وتكتب اسم اللعبة. طبعا لما تكتب اسم اللعبة راح تظهر لك اللعبة، في العاب كثيرة بفلوس، هذه نفسها لكن هذه حق فيوتشر بفلوس، طبعا شاريها من قبل من زمان. هذه هي اللعبة راح تكون مجانية. طبعا اللعبة لها اضافة واحدة فقط بفلوس، تمام يا شباب. طبعا تنزل لتحت، انا اللعبة موجودة عندي اوريدي، كاتب لك in your steam library طبعا في المكتبة حقي. تنزل لتحت راح تلاقي مكتوب لك بلاي جيمز، تضغط على بلاي جيمز وراح تحمل لعبة معك. حجم اللعبة تقريبا 6 جيجا بايت. هنا راح يكون DLC، DLC سعره 9.99 اللي هو دولار معروف باكج. الباكج يعني يستاهل الصراحة، انا ما جربته بس ضروري انك تشتري اذا كنت تبي، اذا ما تبي عادي يعني، اذا كنت قادر اشتري. طبعا لما تنزل تحت راح تلاقي متطلبات تشغيل اللعبة اللي هي المتوسطة واعلى شيء من هنا. طبعا انت لا تروح على هذا الاشياء لان بعض الاشياء ما يكتبوها يعني بالضبط مره يعني دقيقه يعني. شو كاتب لك؟ دايركت اكس 9، انا عندي دايركت اكس 11 واللعبه شغاله، فلا تروح على كل الاشياء، لازم انك تجرب. بعد كذا يا شباب لما تحمل وتثبت اللعبه ويكون كل شيء تمام راح تجيك الايقونه كذا، تشغل اللعبه من هنا. الحين راح تحتاج انك تسوي لك حساب في اليوبلاي. طبعا لازم تحمل اليوبلاي، انا راح احط لكم موقع اليوبلاي يعني سهل. تفتح كذا موقع اليوبلاي هوم وتنزل برنامج اليوبلاي اذا حبيت تنزله، اذا ما حبيت اللعبه راح تشتغل بدون البرنامج، بس اذا تبي تسوي لك حساب، اذا تبي تسوي لك حساب تضغط على جوين ذا كلب. بعد كذا تنتظر شوي وتسوي لك من هنا حساب، اذا ما حبيت من هنا تسوي حساب تجي على طول راح يعطيك هنا انك تسجل دخول وهنا تسوي لك حساب، تكتب هنا الايميل والباسورد طبعا وتحط العمر حقك وتحط هنا صح وتضغط على كريت يو بلاي اكونت، تمام. وراح تجيك اعتقد انه راح تجيك رساله على الايميل حقك انك تسوي تفعيل، اذا طالبك طبعا حط هنا ايميل فعال شغال يعني من الجيميل عشان تفعل الحساب. طبعا راح يكتب لك داونلود صح، راح يكتب لك انستول صح، وراح يكون كل شيء تمام. متى راح يكتب لك هنا ستارت بالاخضر جيمز؟ لما تسجل دخول. الحين انا راح اسجل دخول بالحساب اللي سجلته. اوكي، واضغط على اللوجن. سوري كتبنا هني اللي هي اسمها دوت. اوكي الحين اللوجن، الحين راح يسجل دخول. لو تلاحظ سجل دخول على طول، تضغط على كلمة ستارت جيمز وراح تبدأ اللعبة وتشتغل معنا. ننتظر شوي يا شباب. انا في حاجة سجلت دخول في لعبة معينة وناسي ايش هي اللعبة، بس لازم انك تسجل بداية الحرف كابيتال. المهم ما عليكم من كلامي، انا اتذكر حاجه شغله كنت اسويها قبل ساعه او ساعتين. لو تلاحظوا الحين دخلنا للعبه. طبعا تسجيل حساب في اليو بلاي سهل جدا، ما يحتاج احرف خاصه او عامه، او اكتب اللي تبي، اي شيء تبي اكتبه.
طبعا اللعبة اعتقد انها تدعو للياس. الحين راح يدخلنا للعبة. طبعا هنا الاوبشنز راح اوطي على الصوت عشان اعرف اتكلم. اكسبت، راح ارجع للجنرالز، ما نحتاج شيء. اوكي الجيم باد تمام. اوكي اللعبة تدعم يد التحكم، اخيرا انها تدعم يد التحكم، هذا اهم شيء. اوبشن الجيم باد، اتاكد لك. اوكي حساس هنا. اوكي اكسبت، هنسوي الديفلوت. اوكي الفيديو، خلونا نشوف الجرافيك. الجرافيك اوكي، انيبل كواليتي هاي، بس عندك الهاي فقط، يعني اللعبة ما فيها جرافيك كبير يعني درجة كبيرة. طبعا عندك اسلحة وعندك اشياء، لحد الحين انا ما اعرف كثير في اللعبة. اذا تبي تسوي هنا ابجريد، ما يحتاج ابجريد، خلينا نشوف ابجريد. اها الابجريد لازم انك تشتري الدي ال سي اللي علمتكم عليه، كاتب لك انفينيتي باكج. تمام يا شباب، اللي علمتكم عليه الحين هذا هو سعره، فاللي عنده ويقدر الافضل انه يشتري. طبعا تضغط على بلاي من هنا وتروح الديث ماتش وتنتظر لحد ما يمتلي هذا ويدخلك لمود الديث ماتش. طبعا اكيد في سيرفرات يمكن تروح مكان معين، لو تلاحظوا هذا 50 شخص، البعض متصل والبعض ما ادري اوف لاين او ما ادري بالاحمر. على العموم يا شباب راح ننتظر لحد ما يدخلنا. طبعا هذا اسمي جيمز ستيشن، بس لما سجلت انا دخول ما رضى يستقبل هذا الاسم، ف حطيت لي اخر شيء حرف الام اللي هو يبدا بحرف اسمي. طبعا ننتظر ديث ماتش. طبعا الحين يسوي سيرشنج فور بلايرز. الحين راح يسوي سيرش عشان سلوت. اوكي هنا تبي تكتب اي شيء، هاي anyone there كذا there. اوكي anyway ياخذ شوية وقت، يعني اللعبة مو مثل الوار فيس على طول يعني يدخلك. الحين الحمد لله تعدلت امور كثيرة في التحديثات. طبعا هذا هنا تقدر تشتري حاجات، بس انا ما فهمت لها، يعني تروح هنا الاسلحة وتضبط اللي تبي، هنا تضبط اسلحتك اللي تبي تقدر تضبطها هنا. سبوت اوكي سكواد سلاح طبعا اوكي، بس راح نخلي السلاح الحين هذا، وراح نروح لبلاي وننتظر الحين هو يسوي انه يبحث عن الاشخاص اللي راح يلعبوا باللعبة. اتمنى انه ما يطول، اذا طول كثير راح اقطع من هنا المقطع او الفيديو عشان ما يكون يعني حجم المقطع كبير، ما اتمنى يكون كبير. انا سحبت على هذه اللعبة من زمان، لان الصراحة ما ادري تذكرتها كذي فجأة، يعني تذكرت اللعبة، فاذا اللعبة شفتها يعني دخلت مزاجي اكثر واكثر الحين لما العبها، راح على طول اجربها كل يوم راح العب فيها. الحين ايوه دخلنا الاشخاص فريقين، هذولا طبعا اختارهم من هذه المجموعة فريقين، وهذا الديث ماتش اللي هو الماب اللي راح نلعب فيه. يلا ليتس جو يا حبيبي، ليتس جو ليتس جو. الحين في وقت ايوه 11 ثانية 10. طبعا راح اعلي شوي الصوت يا شباب، وراح نكون هادين، ما راح نتكلم كثير عشان نسمع اللعب، طريقة اللعب. اوبس بدل جيمز، مو مشكلة. يلا ليتس جو. وين اسمي؟ اوف اخر شيء اسمي لودينج بعد. اوف البنج معي عالي بالاحمر، الحين اخضر فاتح. انا كذا يعني، خلنا نكتب لهم هاي يمكن احد يرد. اوكي بدأ اللعب، يلا بسم الله. اوكي هو يدعم اليد،
اشوف. ايوه يدعم اليد. هذا واحد، هذا واحد، هذا واحد. تعال تعال تعال. موت يا حبيبي موت. ايوه الاول. بعدني ما اعرف كيف يدخر. دخر يا حبيبي دخر. ايوه اوف انتهى الجيمز، ذبحت واحد انتهى الجيمز على طول. اوكي خلنا نتابع جيمز جديد. راح نتابع الحين العد التنازلي. 10 9 8 7. اوف البنج 200 معي. لا السكور 200. والله اني انصدمت. بنج 200. اوكي ليتس جو. ما نبي نغير، ما نبي، كل شيء تمام. بس اوكي اوكي خلاص خلاص. ديبلوي ما انتبهت سوري. هذا منو هذا؟ موت يا حبيبي موت. بعدني مو مسيطر على الوضع. انا انتظروا شوي. يلا اوف ذبحني. صراحة اللعبة ممتازة بأمان، اللعبة ممتازة جدا جدا. اوتو ديبلوي اوتو. اوكي اوتو ديبلوي خلاص. يلا روح. بس يبي له تضبيط شوي عشان شو اسمه. بس خلونا بعد شوي راح نزيد على الصوت. اوف دايم يعلم عليك بالاحمر معناته في احد هنا. هذا مات. اوف هذاك فوق. خلني شوي ازيد على الصوت عشان اتحمس اكثر واكثر واكثر. يكفي. اوكي يلا بسم الله ليتس جو. الله انا لو ما زومت عليه، لو ما زومت كنت جبته. يلا 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 دخلني دخلني بسرعه بسرعه. شو هذا؟ حلو يا حبيبي. قنابل حقي فرق قنابل ما ادري. لا ما علينا. اتمنى يا شباب المقطع يعجبكم واللعبة تعجبكم. وصلنا للنهاية. حطوا لايك ومفضلة واشتركوا بالقناة اذا مو مشتركين، لان القادم افضل باذن الله. كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن، واشوفكم على خير.